Salam alaikum, Azulf Marhaba Marhebabikumf, le français, Tana, Mahanawell, Lio, Marhein, Chofot, Toro, Bestalmo, Padro, le français, Paumea. La langue française est un butin de guerre. La langue française est un butin de guerre. هذه المقولة الشهيرة من عند المؤلف والروائي العظيم الجزائري كاتب ياسين وش معندها هذه الجملة؟ نقدر نترجمها ب الفرنسية غنيمة حرب الفرنسية غنيمة حرب في الجزائر وبلك ثاني عند خوتنا في المغرب وفي تونس اللغة الفرنسية عندنا علاقة معينة معها من اختي <applause> كليا كيدي عندنا تاريخ مع هذه اللغة مع هذه الثقافة هذه اللغة ورثناها كين الناس يستعملوها في حياتهم اليومية كاين لي يقرا بها وكاين بها لغة كيما اللغات ما هي الا وسيلة تواصل بس عندنا عندها اعتبار كبير كان بعض الظن اللي حبي يوصل الفكرة بلي الإنسان إحنا عندنا ليه لو الفرنسي معنتها إنسان راقي، إنسان مثقف، وإنسان من طبقة مرموقة في المجتمع أو خير ليه ما يهضرش اللغة؟ معنتها ماشي مثقف، سمحوا لي نستعمل كلمة شوية يقولوا كافي، مغندف، ما يعرفش أنا هذه الفكرة راني ضد هذه الفكرة مية بالمئة ميا. وارفضها رفضا باتا أه كما قلت لكم لو لغة كما كاع اللغات وسيلة تواصل وعلاش نطلعوها ولا نحبطوها ولا اللي يهدرها خير من اللي ما يهدرهاش ولا هذا يعني أه نقطة أه سوسيولوجية مليح الواحد يدرسها انا في كل دروس اللي نمدهم للناس اللي يجوا يقراو فرونسي يقولوا لي حبينا نصقمو النيفو حبينا الحاجه الاولى اللي نقول نحيو العقده هذه اللي عندكم مع الفرنسيه ماشي عيب لغه اسكو تحشمو كي عاد ما تهضروش لو شينوا نو واحد ما يقول لي اه أنا نعرفش نحشم شينوا نحشم نو no. دونك ما تعرفش تهدر لو ولا تهضروا بطريقه خاطئه ولا ما تعرفش تنطق ولا يتلفوا لك الكلمات ولا ما تفهمش هذه اللغه ما شعيب. عيب كنا نهضر لكم انايا دركا بالروسيه ما تفهموش واحد ما راح يحشم بصح بالفرنسيه عندنا هذه العقده ولا الناس يديرو العقده الناس واحد اخرين اللي ما يهضروهاش دونك الحاجه الاولى اللي نقول لكم اللي اي لغه وبالخصوص الفرنسيه نحيو الخوف ونحيو العقدة نحيو هذا كومبلكس ما فيها عيب ما تسمعوش للناس اللي ولا اللي ولا اللي يقولوا ماشي مليح الناس هذو ديوهم كتحفيز طاقة إيجابية باش و وباش تتعلموا يضحك عليك ما فيها والو لغة أجنبية لضحك سك هو اللي ما فاهم والو دونك لازم تخدموا على هذا الخوف وعلى هذا لو كومبلكس ما فيهاش اليوم تغلطوا غدوه تغلطوا وغير غدوه تصقموا دونك با يكون آه, الخوف هذا عائق دونك الحاجه الاولى كي تنحيوا الخوف والعقده وتتضضموا الحاجه الاولى اللي لازم تركزوا عليها هي السمع لازم تسمعوا اللغه الفرنسيه لازم تسمعوا النطق تسمعوا الهضره لازم تولفوا الاذن تاعكم تسمع هذا اللغه كيفاش تولفوها كاين دي فيديو كيما انا هي عندي تسمعوني نهضر لكم فرونسي وكاين ثاني مثلا في كل يوم تتفرجوا النشره الاخباريه وعلشان نقول لكم النشره الاخباريه على خاطر تبعوها بالفرنسيه بيان سور غتشوفوها على تي اف 1 ولا فرونس 2 ولا فرونس 24 وعلاش نقول لكم هاد لي على خاطر تتعلموا الفرونسي باش تعلموا الفرونسي شكون خير من الفرنسيين بحد ذاتهم يهضروا مليح دونك تتعلمو من عندهم خاصة النطق بصح بين قوسين الفرنسيين ما كامل مليح الفرنسية لغتهم يديرو بها واش يحبو بصح كي تسمعو الفرنسيين في برا كيفاش يهضرو ماشي كي يهدرو لغة عامية اونتخو كيمي بصح لحبيتو نتوما تتعلمو لغة نقية وراقية لازم تسمعوها من منبع راقي على بها على بها قلت لكم الاخبار دونك اللي عايشين مثلا في فرنسا راهم يسمعوها في برا دونك يتعلموا الفرنسيه تاع برا مي مليح ثاني يزيدوا يتبعوا الاخبار بالفرنسي باش يسمعوا كما قلت لكم لغه نقيه دونك نتوما نعطي مثلا تمرين ديروه كاين فرانس 24 فرانس 24 هذه تدير الاخبار اون انغلي اون فرونسي اي اون عرب دونك واش تبعوا مثلا نشرة بالفرنسيه من بعد تروحوا تتبعوها بالعربيه باش تشوفوا لكن فهمتوا لكن فهمتوا نقطة ولا زوج ولا ثلاثة بارك ربي هذيك ديجا راكم فهمتوا حاجة دونك رحتو من الصفر طلعتوا لزوج ولا ثلاثة دونك سي ديجا ان با اون افون قدمتوا القدام دونك تسمعوا النشرة وتولفوا الاذن تاعكم لل... بالنطق الصحيح وبتركيب جمل صحيح عندكم ثاني مثلا الاشرطه لي دونك كي تشوفوا لي دوكيومونطير ثاني حتى وان يهدر على السبوعه ولا يهدر على لي دوفان معليش تبعوه على خاطر لغه كما قلت لكم نقيه وراقيه كاين اللي يحب الموسيقى ثاني الموسيقى تبعوا الاغاني وهذا يعني حاجه مليحه وعلاش على خاطر سي في في الاغاني كاين لا ميلودي كاين لا ميوزيك وكاين تردد الكلمات يعودوا يوليو دونك سي فاسيل تشفاو عليهم

التطبيق لازم تهدروا اللغه لكن ما هدرتوهاش تولوا توالفوا تسمعوها بصح ما تعرفوش تهدروها شحال من واحد يقول لك نفهم مي ما نقدرش نهضر وعلاش على خاطر لسانه يجي شويه ثقيل بالفرنسي كان ثاني العامل اللي هضرنا عليه اللي هو الخوف العقده يقول كان انا في راسي نهدر تري بيان فرونسي ولا انغلي بصح كي نجي نهدرها تتقال عليا هي وعلاش هي الولف في هذا ما كان سي اون كاستيون دابيتود كيما واحد مثلا يخدم في لاصال يدير ميسكيلاسيون الميسكل الخطره الاولى كي دير الرياضه الغدوه من ذاك يوجعك غير غدوه يزيد يوجعك اكثر مي كي تزيد توالف تولي دير التمارين تاعك الميسكل ما يوجعكش بصح راهي ديفلوبا دونك كيف كيف

تهضروا وثاني تري امبورطون قلتها لكم اي جو لو ريبيتري لازم تنحيو الخوف والعقده ماشي عيب واحد فيكم ما اسمو برنار وحده فيكم ما اسمها مارتين دونك ما فيهاش عيب لكن ما تهضروش مليح حتى النطق النطق لكن كلمه ما, ما صحيح يضحكوا عليكم سمحولي لي بين قوسين الله لا يردهم نتوما المهم تعلمتو الكلمه هذيك لا فات تعلمتوها وعلى بالكم المعنى تاعها وكيفاش تستعملوها سي ديجا انورم من بعد يجي تصحيح النطق هذا مثلا كي تجيو في الفيديو توعي كاين عندي دي فيديو وين نعلمكم النطق الصحيح بس حلا كان ما تنطقوهاش كوريكتومون ماشي عيب العيب او كونترير لي ما ينطقش يعني بكلم ما ينطقش مليح ولا يدير اخطاء ولا يقول لك لا لا هكذا نهضرها هكا بحار ماشي لغتي هذه يعني على كل حال كل واحد حر في التخمام تاعو بصح كي نحبوا نتعلموا لغه ولا نديروا حاجه ماذا بينا نديروا حاجه بطريقه متقنه دونك il vaut mieux تتعلم حاجه صحيحه مي الا كان نتايا راك تتعلم وغلط ما فيها عيب العيب اللي يقعد في الخطا ويكون بيغ يكون فيار بالخطا هذا يكون يزوخ بالخطا يقولك معليش دونك كيما قلت لكم نحيو الخوف اسمعوا وهضروا أصدمو ما تخافوش اليوم تغلطوا غدوه تصقموا جيسبر عجبتكم هاد فيديو ما تنساوش لو فرونسي سي اون لانغ كوم ما يلزمش نطلعو في مقامها وما يلزمش نحقروها لغه كيما اللغات وهذا ما كان ما فيها حتى فضل ما لغه خير من لغه هي وسيله تواصل المهم سيك تتواصلوا مع الناس بطريقه صحيحه لا عجبتكم هاد الفيديو فيديو ديروا لايك بارطاجيوها راني ندير كيما لي يوتيوبر <applause> <applause> دونك دونك كان عجبتكم اقعدوا في تاعي زيدوا شوفوا لي... لي فيديو الجايين انا راني في الخدمه لا عندكم اسئله لا حبيتوا تزيدوا تعلموا كثر اللغه هاي كاين لو تاعي في لا بار دانفو في صندوق الوصف اكتبوا معايا راني ندير دروس خصوصيه مرحبا بكم في كل وقت ما تنساوش تحبوا مع بعضكم تهلاو في رواحكم يا فاس E